مساكم الله بالخير. أنا في باري جاليري قاعد أجرب عطورات ميشان نسخة الأكس الجديدة. بصراحة بعد التجربة أكثر اثنين عجبوني من النسخ الجديدة، شوف فيهم تغيير حلو، هم فاني فليمز إكس وآني إكس. آني إكس حتى لو عندك آني وتبي تغير تاخذه، عادي إنك تاخذه. التغيير اللي موجود حلو، في لمسات حمضية أكثر واللمسة الأسوتية أقل، فعطر جميل. فانير فليم خففوه شوي، فانير فليم اكس قصدي، مع ان انا اشوف ان فانير فليمز مميز جدا، ولكن هني الاكس خففوا شوي الحده اللي في العطر وخلوه مقبول اكثر، مع ان هذاك بعد مقبول بالنسبه لي بس مش لكل الاذواق. هذا ممكن غالبيه الناس تتقبلها او نسبه اكبر من الناس تتقبلها، فالعطرين صراحه جميلين. اما في ولينجشا و 100 سايلنت ويز أحس إنه مش كثير جاء تغيير. أنا أتكلم عن تجربة سريعة الحين وأنا في المحل، ما أحس إنه كثير في تغيير، بس بعد حلوين مقبولين. هاشيفات إكس أنا عن نفسي أفضل هاشيفات العادي أكثر من هاشيفات إكس. الحين في هاشيفات لمسة العود، هاشيفات عود اسمها أعتقد، طيب مميز جميل فواح ثقيل رسمي أكثر، يعني رسمي أكثر هذا وتحسه شتوي أكثر. ولكن أنا عندي عطر من فخر الإمارات اسمه وايت عود. بالنسبة لي هاشيفات عود وفخر الإمارات وايت عود أحسهم على نفس الخط، فشخصيا يعني مدام أنه عندي هذاك العطر أشوف أنه هذا ما له داعي. ولكن إذا أنت عندك هاشيفات العادي وتبي شيء مختلف شوي، جايب لمسة عود لكن فيه لمسة هاشيفات، فهذا يمكن يناسبك. و هذا بشكل سريع عن الخط الجديد.